النهاردة 30 في الشهر القبطي، يبقى ده الأسبوع الكام؟ يبقى ده الحد الكام؟ في الخامس من الشهر. الحد الخامس الكنيسة، انتوا عارفين انه كل حد القتمارس، الكتاب اللي بنقرأ منه القريات، في قتمارس الأيام، والأيام ماشية كل يوم له قراءة مرتبطة بسيرة القديس أو بالقديس اللي موجود في السنكسار، والأحد ماشيين كل شهر الحد الأول الثاني الثالث الرابع، الحد الأول الثاني الثالث الرابع. لما يبقى شهر فيه خامس زي الشهر دوت، لو 29 بيبقى الاحتفال بتذكار الميلاد والبشارة والميلاد والقيامة، لو 30 يتقرى يا إما الحد الثاني من أمشير في أول ست شهور من السنة. معلش هي حكاية صعبة شوية، بس بحس إنه الكلام ده محدش ما بيتقالش مش كده؟ فمهم إن إحنا نعرفه. فأول ست شهور من السنة يتقرى الحد التاني، الإنجيل دوت، الحد التاني من أمشير آسف. يعني لو أول ست شهور توت بابا هاتور كياه كتوب أمشير، لو فيهم حد خامس طبعًا كياه كده وضع تاني عشان بيكون عيد الميلاد. لكن أول ست شهور يتقرى الحد التاني من أمشير اللي هو ده. ست شهور التانيين في قراية للحد الخامس. في قراية للحد الخامس. دي بس كده ملاحظة على ترتيب القرايات قبل ما نبتدي الكلام. اللي عايز أتكلم معاكم فيه النهاردة، أحيان كتير إيه؟ مثلا الواحد يبقى يزور زيارة، يقابل حد، يتكلم مع حد، يبقى في اجتماع، يبقى في خلوة، ويدور حديث معين، فالواحد يحس انه ده ممكن يبقى له طبيعة عامة. يعني الموضوع اللي بيثار له طبيعة عامة، وبالتالي ممكن انه لو واحد انه ده سؤال بيسأله كل الناس، فممكن يبقى مفيد انه ان الواحد يتكلم فيه مع كل الناس. ده حصل الحقيقة الأسبوع اللي فات، أنا لسه راجع من كندا امبارح بالليل، كنت في مع عند كان في ريتريت للشباب في منطقة في كندا، وكان الموضوع يعني طبعا للشباب مهم وتالي يفيد الكل، عن اللامبالاة، عن اللامبالاة. لكن كان في سؤال من ضمن النقط اللي أثيرت، هل ربنا عنده لا مبالاة من ناحيتنا في بعض الأحيان؟ هل ربنا عنده لا مبالاة من ناحيتنا؟ الحقيقة إنه في ثلاث أماكن أو ثلاث شواهد يقولوا حاجة شبه كده. يعني في ذهنكم حاجة؟ سؤال صعب مش كده؟ ما فيش حتة؟ لما المسيح كان في السفينة والبحر هاج، فراحوا قالوا له يا معلم أما تبالي إن أنا نهلك؟ دي فيها كلام مباشر إنه إيه؟ بيقولوا أنت مش همك؟ أما تبالي إن أنا نهلك؟ يبدو إنه إيه؟ على الأقل من منظرهم. اثنين، ايه تاني اتكلمنا فيها قريب؟ ما تاخرش. ايه العذر من المبالاه لما قال العذراء يعني ممكن يعني، لكن لعازر اتقال له، لعازر مريض، يقول لك ومكث يومين، يعني الخبر جه كانه ولا حاجه يومين، وبعدين قال لهم يلا نروح. وعلى ما وصل كان ايه؟ كان العذر مات وخلص وخلاص ودفن وعزه زي ما اتكلمنا قبل كده. الشاهد الثالث لما المرأة الكنعانية قالت له، حد كان هيقوله انه راحت له قالت له بنتي ايش فيها؟ انا واثقة فيك قوي. فقال لها ليس حسن ان يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب.
فهل ربنا ما بيباليش؟ بالتأكيد لأ، بالتأكيد لأ، بس من مفهومنا من منظورنا يبدو. هنا المسيح كان مقرر يعمل ايه؟ المعجزة اللي احنا سمعناها بتاعت الخمس رغيف والسمكين، طبعا مش هتكلم فيها، احنا قتلت يعني حديثا يعني، وان كان الانجيل ما بيخلصش يعني، لكن هنا راح سأل فيلبس، قال له نعمل ايه للناس دول؟ هو عارف يعمل ايه يعني، بحسب تعبير الانجيل يقول انه فرفع يسوع عينيه الى فوق ونظر ان جمعا كثيرا مقبل اليه، فقال لفيلبس من اين نجد خبزا نبتاع لياكل هؤلاء؟ وانما قال هذا ليمتحنهم، لانه كان عالما ما هو مزمع ان يفعل. فكان ناوي، عارف يعمل ايه، بس حب يساله يجيب لهم اكل منين. طيب فيلبس يعمل ايه؟ احنا بتوع الايه؟ الحسابات، مش كده؟ شغل على طول حساب، كام دول قد كده، نجيب لهم قد كده، القد كده بقد كده، في اضرب في العدد يطلع كده. بتوع الحسابات موجودين، ان في ناس كتير بتوع حسابات. ف وما تجيش، ما تنفعش. لكن حسابات ربنا مختلفه خالص. طب فين الازمه؟ بقول امبارح في 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 الخلوه اللي كانت مع الشباب، لما النقطه دي اثيرت، حد سال سؤال لطيف قوي لما جت سيره العازر. قال ايه واحده؟ قالت ايه؟ قالت يعني هم، طب المسيح لما قالوا له انه العازر مريض وهو اوكي اتاخر، بس ما كانش ينفع يقول لهم كلمه، يقول لهم اطمنوا، يقول لهم ما تخافوش، يقول لهم اي حاجه انا هتدخل، يقول لهم ما تقلقوش انا هتصرف؟ سؤال صح؟ ايه رايكم؟ الحقيقه انه هنرد على السؤال ده بقى، يعني ده السؤال اللي انا حسيت ان احنا ممكن نتكلم فيه. اول حاجه انه قد يبدو ان المسيح لا يبالي في وقت، لكن طبعا غير مش حقيقي. لكن من ناحيه ثانيه، طب ليه مش بيطمنا؟ ليه مش بيطمنا؟ ليه ما طمنهمش وقال لهم ما تقلقوش انا هتصرف؟ ببساطه كده انه هو قال لهم ما تقلقوش، قالها لهم كم مره؟ مرات كتير قوي. مشكلتنا احنا عايزين ايه؟ كل مره عايزين حل سريع، عايزين حل سريع، عاملين دايما اقول زي الطفل اللي يقولوا له انه هنخرج بعد ساعه، يجي بعد قد ايه يسال؟ دقيقتين. هي الساعة ما عدتش؟ هي الساعة ما عدتش؟ فإحنا عندنا مشكلة مع الزمن، وعايزين ربنا يخضع لزماننا، عايزين ربنا يبقى بيتصرف بمصطلحاتنا، إنجاز التعبير طبعا اللي هقوله ده كلام غلط، لكن لو افترضنا إنه في اتفاق ما بين الإنسان وربنا، عايزين البنود بتاعت الاتفاق تبقى ايه؟ احنا اللي كتبها وربنا ايه؟ يبصم يمضي. والا على رأي ما كنا بنقول في الريتريت، حد قال هنديله باد ريفيوز، هندي ربنا نقول وان ستار، مش بيجي بسرعه، عامل زي الويتر بتاع المطعم، خدمه الكاستمر سيرفيس مش كويسه، مش بيجي بسرعه، الاكل مش عاجبنا. احنا عايزين ربنا كده، مش عايزين نقول احنا صغيرين قوي هو كبير قوي، احنا محدودين قوي هو ملوش حدود، احنا بنحبه لكن مش قادر يحبنا، طب حبينا كتير قوي، ولان هو بيحبنا كتير قوي احنا مطمنين، وقال لنا انا ما تخافوش كم مره قالها لنا، بس احنا عايزين ايه؟ كل موقف ندوس على الزرار يشتغل برنامج يحصل اللي احنا عايزينه. احنا بقى دي ده بقت الايه؟ الذهنيه بتاعتنا، المينتاليتي، المايند سيت بتاعنا. لكن ما تنفعش مع ربنا. عشان كده لما قالوا له يا معلم اما تبالي ان انا نهلك؟
هم قروه ازاي؟ قروا الموقف ازاي؟ ربنا مش همه. هو يقول لهم ايه؟ يا قليل الايمان، مش واثقين. وعلى الاكل بعد المعجزتين بتوع الخمس ترغفه والسمكتين والاربع ترغفه والقليل من صغار السمك، نلاقي بعد كده يعني 5000 و4000 يجوا يلاقوا تاني على الاكل، يقول لهم ما فهمتوش لا بال5000 وكام سله اخذتم 12، كام قفه مملوءه اخذتم 12، وفي ال4000 خدتوا 7 سلال مملوءه من الكسر، ولحد دلوقتي مش فاهمين. رغم شوف احنا بنسال ونقول ايه، يعني انا لما سالتكم السؤال بتاع اللي هي اللي قالته الاخت ديت انه ليه ربنا ما قالش حاجه، في ناس قالوا فعلا ليه ربنا ما قالش حاجه؟ طب احنا عايزين ربنا يقول حاجه في كل وقت، مع انه قال كم مره قال لا تخف، كم مره قال انا معكم، بس احنا عايزينها بحساباتنا، عايزينها خاضعه للايه؟ للعيان مش للايمان. للعيان يعني ايه؟ يعني اقول كده الاقي كده، اقول كده الاقي كده، بعيني بوداني بالمس بحواسي بدماغي بعقلي بفهمي باللي انا بفهمه، لكن الحقيقه لا. اللي عايزين نطلع بيه ايه؟ ان ربنا بيحبنا جدا، وقدم يعني كل ما تشك وتقول هو متأخر ليه، هو أما يبالي، بص على الصليب. لو ربنا ما عملش أي حاجة خالص، ما سألش فينا خالص غير إنه اتصلب علشاننا كفاية، لكن طبعا مش حقيقي إن هو مش هيعمل. أبي يعمل حتى الآن وأنا إيه؟ وأنا أعمل. ولكن إحنا عايزين نتأكد ونثق إنه بيحبنا جدا. اتنين، إن إحنا زي ما بقول صغيرين جدا، مش إحنا اللي بنكتب بنود الاتفاق، مش احنا بنحط الترمز اللي هو يمشي عليها، لكن احنا اللي بنخضع له. مش عشان هو بيتسيد علينا، مش عشان هو بيتسيد علينا. ارجع دايما اقول اجمل يعني كل ما نيجي نتكلم عن علاقتنا بربنا نتكلم عن علاقتنا باولادنا، لانه الحقيقه هو اكبر مثال، اكبر مرايه. مع انه احنا كتير قوي نظن انه ايه الاصل هو احنا وربنا الصوره، مع ان الحقيقه العكس، ربنا هو الاصل واحنا الايه؟ الصوره. هو النموذج الكامل اللي مش ما فيهوش عيب، واحنا النموذج اللي فيه ايه؟ شوائب. في شوائب بنغلط في تربيتنا الاولاد، عيوبنا بتاثر في فيهم بشكل او باخر. ربنا ما عندوش دوت، ربنا ما عندوش ده. فبقول احنا في علاقتنا باولادنا احنا بنحبهم، مع ان هم بيفتكروا كتير ان احنا نتسلط عليهم كتير قوي. ولادنا يفتكروا ان احنا عايزين نقهرهم وان احنا بندي اوامر، مع انه احنا بنحبهم. مش ناقصنا يعني سلطه علشان نمارسها عليهم، لكن هم بيفكروا كده واحنا بنفكر مع ربنا كده. فربنا لما بنقول هو اللي بيكتب البنود الاتفاق، مش علشان هو عايز يبقى هو الكبير واحنا الاصغر، هو المتسيد واحنا المسحوقين تحت سلطانه، ابدا. ده هو عايز يدينا سلطان، ده هو عايز يدينا كل شيء، بس للاسف انه ايه؟ بس للاسف انه ايه؟ احنا مش خاضعين ليه، عايزينه هو اللي ايه يخضع ليه لافكارنا. عشان كده قال كما علت السماوات على الارض هكذا علت ايه؟ افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم. عشان كده نفسنا ان احنا مش بقول نوقف عقولنا، لكن نحط لها حدود في اللي المفروض تشتغل فيه، مش اكتر منه. المثل اللي دايما اديه، واحد عنده امتحان شغلته يذاكر الكتاب، الكتاب قد كده اللي فاضل وقت قد كده، يمسك يقسم الوقت الكتاب على الوقت ويسيب 3 أيام للمراجعة. دي شغلتي، ده دوري. يحصل ايه بقى في الامتحان ولما الدرجة تبقى ايه يبقى ايه، ولو ما دخلتش ايه يبقى ايه، ولو مش عارف ايه يبقى ايه؟
مش بتاعتي، مش شغلتي، دي بتاعته. شغلتي اعمل دوري. مشكلتنا ان احنا بنحاول نعمل دور ربنا واحيانا كتير ما نعملش دورنا. في طالب قاعد يحلم، طب لو دخلت دي، طب لو ما دخلت، او يرتعب يعني، لو ما دخلتش، لو ما عملتش، لو ما سويتش. والمذاكره مش بيذاكر. حصلت ولا حصلتش؟ حصل ولا حصلتش؟ في ناس عاشت في احلام يقظه والواقع ماله عمال يروح، تحصل ولا ما تحصلش؟ اعرف ناس احلام اليقظه ضيعت حياتهم. هم عايشين في حلم والواقع بعد عنه. مع ان انا شغلتي اعمل ايه؟ اعيش في الواقع واعمل اللي عليا فيه، ده دور عقلي. اما الباقي ده بتاع مين؟ ده بتاعه هو. عشان كده نرجع للقصه بتاعت الانجيل، معجزه الخمس سرفه والسمكتين، بحسب نص انجيل يوحنا. انه ايه؟ انه كل واحد بعد ما يعني فيلبس حسبها ولقى، وزي ما كنا بنتكلم في انجيل يوحنا، انه حسبها على الاقل حاجه، وطلع 200 دينار اللي هم مبلغ كبير قوي، ودول ناس غلابه قوي ما قدروش يجيبوا. يعني هو عمل صح. انت لو عايز تحسب احنا موضوع هيكلفنا قد ايه، تقول ده احنا لو عملنا القليل خالص هيبقى قد كده، اللي هم ما نقدرش نعمله يبقى الموضوع ده ما ينفعش. دي دراسه جدوى، مجدي ولا مش مجدي. فالراجل عمل دراسه جدوى سريعه على اقل ما يمكن، وطلعت ما تنفعش. طب ولما المسيح اتدخل حصل ايه؟ حصل ايه؟ لا انا بدور على كلمه. بقدر ما شاءوا، بقدر ما شاءوا. ده نص انجيل يوحنا، يوحنا الوحيد اللي قالها بالطريقه دي. يعني فيلبس حسبها لكي ياخذ كل واحد شيئا يسيرا، عايز اقراها لكم. ده النص في الترجمه البيروتيه، لكن بحسب النص بالظبط هنا اهوت، دي ترجمه شويه مختلفه. لا يكفيهم خبز ب 200 دينار لياخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا، نفس الترجمه. وبعدين لما اكلوا يقول لك ايه؟ واعطى التلاميذ، والتلاميذ اعطوا المتكئين، وكذلك ايضا من السمك بقدر ما شاء كل واحد، بقدر ما شاء كل واحد. يعني عايز كمان خد تاني، لا التاني، التاني، عايز كمان تالت، خد تالت. دوت الفرق بين ايه؟ حساباتنا وحسابات ربنا. بس احنا عايزين برضو نعمل ده بمصطلحاتنا. عايزها في الشغل، عايزها في الوقت ده، عايزها بالطريقه دي. ولو كده يبقى ربنا ايه؟ مش عاجبني، باد ريفيوز، وان ستار. لكن احنا مش بندي ربنا ريفيوز. علاقتنا بربنا مش ريفيوز وطلب واداء، ادى كويس ولا لا، سمع الكلام ولا لا. احنا اللي بن ايه؟ احنا اللي بنخضع ليه، ولكن حتى جوه دايره ايه؟ حب. مش اوامر وهو راضي عننا، ولا هو بيدينا ريفيوز، ولا هو بيدينا ريفيوز. حتى تصوير انه الدينونه نقط، خمسه هنا طلع راح منهم اثنين كويس، خدت ثلاثه هنا، ضيعت 10 في مصيبه عملتها، لا لا لا، مش كده. مش اطار المحبه، مش اطار الحب. فربنا عمره ما لا يبالي ابدا. فيش حد، ليس الاحد حب اعظم من هذا ان يعطى احد نفسه لاجل احبائه. ولكن نرجع تاني نقول محتاجين ايه؟ ايمان. مش احنا اللي بنكتب الايه؟ مش احنا اللي بنكتب بنود الاتفاق. احنا بنخضع ليه لاجل حبه اللي اظهره الى المنتهى. اذ احب خاصته احبهم الى المنتهى. لالهنا كل مجد وكرامه دائما وابدا.